مصر للإنتاج والتوزيع تقدم.
سابقا في الأب الروحي. خلاص اتفقت انت وهايدي انكم هتربوا البنت؟ بعد اذنك. بس اوعى تيجي على مراتك يا زكريا. ما ينفعش تسيبني في اللي انا فيه ده لوحدي، انا في مصيبه مش لاقي حد اتكلم معاه. لا عشان انا هجيلكم عشان نشوف حل في الموضوع ده. عرفتي بقى انا بعيد ليه؟ هو انت ممكن في يوم من الايام تبقى زيه؟ محدش بيختار اهله. يلا نسافر يا صالح. لو ليكوا حق هتاخدوه، بس لازم تثبتوا ان ليكوا حق الاول. لو انتوا فعلا عاوزين تعرفوا الورق ده فيه كل حاجه. ومين اللي هيبقى الكبير؟ كل شيء هيتعرف في اوانه، ما تستعجلش. دورها في دماغك وشوف عايز تعمل ايه، ونقعد انا وانت نفكر ونخطط بس ننفذه. الاول الكبار يتدخلوا عشان ابقى عدل العيب اللي هعمله بعد كده. محدش في الدار دي يسمع كلام الا سميح وبس، فاهمين؟ انا مش هبقى مرضي غير لما اجيب دماغ اللي اسمه فارس ده تحت رجلي زي ما جاب رقبتي تحت رجله. ماشي. الكره خرجت من ملعب العطارين وانا جاهز. مش بالكلام، وامرني وانا اثبت لك انه مش بالكلام. اللي هامرك بيه صعب. يحيى بيه اخر مره كلمني فيها الصبح قال لي هنضف المخزن ده عشان في عندنا زياره. الملف ده هتاخديه توديه لاخوكي حسن في الدار تسلميه له بنفسك. احنا لازم في اقرب وقت نروح النوبه، لازم ننفذ وصيه بابا. سفر ايه دلوقتي يا ياسمين؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ عشان خاطري وافق مش هوافق. والله لولا ان باباك هو اللي وصاكي ما كنت عملت كل ده يا ياسمين. انا خايفه قوي، مش عارفه اللي انا عملته ده صح ولا غلط. ايه ده؟ فين؟ ايه ده ياسمين؟ الحاجه ايه؟ دي كل الحاجات اللي كانت معاه. واضح ان الحادثه مش بقصد السرقه. قول يا دكتور، هو حالته ايه دلوقتي؟ لسه في مرحله الخطر ونسبه الوفاه موجوده بشكل كبير. لما جه هنا كان في حد معاه؟ ما عنديش فكره، بس اللي اتصل بالاسعاف ما رضيش يسيب بيانات. متشكر يا دكتور، من فضلك اعمل لي تقرير مبدئي للحادثه وحجم الاصابات. حاضر. اشكرك. ها يا ابني، عينتوا الحادثه؟ حصل يا باشا، بس ما فيش اي شهود. ادخلي بقى، ادخلي بقى، خشي بقى، اقعدي فوق. بقول لك ايه؟ اهدي بقى وما تشغليناش، احنا مش ناقصين قرف. انتوا عايزين مني ايه؟ معرفش، وشارب سيجارتين انا ها وظبطني. ما تقعديش تشغلينا عشان ما يطيروش واغيب عليك، فاهمه ولا لا؟ وانت يا ايوه الموضوع ما فيش ابسط منه. ايوه تفضل جنبها هنا وما تتحركش. ايوه فاهم؟ ايوه ايوه ايه؟ فاهم؟ ايوه ايوه تيكا ما تقلقش يا تيكا، وانا ايه مجرم هاوي ولا ايه؟ والله يا حمار وبقجم، وتعمل لها لقمه كده تاكلها ما تفضحناش وتودينا في داهيه، ولو في اي عوائر النيلي اعتبرها في كارفور. كارفور ماشي حالتها بالاذن يا حته. بتحب المسقعه ولا ايه؟ داخل اعمل طبق. ماشي هعمل لك معاك. انا من يوم ما عرفتك وانا نفسي اخلف منك، نفسي يكون لي ابني منك. انا يوم ما عرفت ان انا حامل خفت، بس ما خفتش من الفضيحه، خفت اللي تفتكرني ان انا خاينه. بس انا وحياتي اللي في بطني ما في اي حد لمسني غيرك. خفت افتكرك انك خاينه عشان انت عارفه اني ما بخلفش، مش كده؟ والله العظيم ما اقصد، انا ما اعرفش ده حصل ازاي، بس انا بخلف. انا دي هايدي هي اللي ما بتخلفش. وايه اللي رميك على المر ده؟ خفت اهلي يجبروني ان اتجوز واحده غيرها لما يعرفوا، خفت اكسر قلبها. انت عارفه اني بحبها. وانا بحبك يا زكريا، بس الواد ده ما ينفعش يجي دلوقتي. وانا مش هنزل الواد ده يا زكريا عشان نقفل السكه في الموضوع ده خالص. يا بني أدمة بقول لك الولد ده ما ينفعش يجي دلوقتي. انت مش شايف الظرف اللي احنا فيه؟ اقول لهم ايه؟ اقول لهم جه ازاي؟ جه امتى؟ اكتب عليا النهارده. اكتب عليك وابويا لسه ميت ما كملش اسبوع في تربته. اكتب عليا في السر، ولما الظروف تسمح تبقى تقول لهم. انا ابني ما ينفعش يبقى ابن حرام يا ناديه. ابن حرام؟ وانت لسه عارف النهارده ان اللي بينا ده حرام؟ انا ابني مش ابن حرام يا زكريا. اهدي يا ناديه اهدي. انا بحبك وانت بتحبني، والحب اللي اتبنى على وعد ما يبقاش حرام،
وانت وعدتني ان انت هتتجوزني من يوم ما اتقفل علينا باب واحد، يبقى ابني مش ابن حرام يا زكريا. قلت لك الولد ده ما ينفعش يجي دلوقتي. انت ايه ما بتفهميش؟ العيال رزق يا زكريا، وكل عيل وبيجي برزقه. انت هتبقى اب وهيكون لك ابني من صلبك زي ما كان ابوك عايز الله يرحمه. لو ما عرفتش تخلف منها هتخلف مني، وانا مستعده ابقى مراتك التانيه والتالته والرابعه. بس برحمه ابوك ما تقتل فرحتي جوايا. انا هيكون لي ابن منك، ابن زكريا زين العطار. حفيد زين العطار؟ تمسكني بالنداء اللي بتوجعني. ماشي انا دي لغايه ما اشوف حل. انا عايزك تهدي، مش عايز مخلوق يعرف بالموضوع ده ولا حتى اخواتك. وانا هعمل لك اللي انت عايزاه. سامعه؟ سامعه. حازم جاي لوحدك؟ امال ياسمين فين؟ هي ما كانتش معايا يا ماما. الله، دي بعتت لي رساله قالت لي ان عندها مشوار. عساكت قالت لي ان عندها رحله وانا ما رضيتش اخليها تطلع. ما افتكرش انها هتكسر كلام ياسمين عقله. جربتوا تكلموها طيب؟ طبعا جربت، تليفونها مقفول. حد زعلها طيب ولا ايه؟ ما اعرفش. طيب انا اخر مره يعني شفتها كانت في اوضه ابويا. انا قلبي مش مطمن. اطلب لي زكريا. مفيش اي حاجه تقول هي كانت فين، رايحه فين. ما تقلقش يا زكريا يا ابني، اخر النهار هتلاقيها راجعه. ملاش ازاي بس انا مش حياتها. ياسمين اختي، بعدين احنا عدت العطار يعني الف مين معدينا. واياد اللي في المستشفى ده، اياد ده لو كان معاها ده معناه ان في مصيبه. بلاش تسبق الاحداث وكل شيء هيبان. ياسمين دي زي بنتي بالظبط، بس ربنا يجيب العواقب سليمه. عملت ايه في موضوع ياسمين يا حربي؟ بصراحه رئيس لسه مش عارفين هي فين، بس اياد في المستشفى مخبوط في بطنه مش عارفين نتكلم معاه. عينه على حراسه، واول ما يفوق ويصحى ويتكلم تبلغني عشان اروح اتكلم معاه بنفسي. لازم افهم. حصل من قبل ما تقول يا رئيس. اسمع يا حربي، انا هعتمد عليك كتير قوي الفتره اللي جايه. أنا بثق فيك زي ما أبويا الله يرحمه كان بيثق في أبوك الله يرحمه. واللي جاي علينا شكله كتير، محتاج واحد زيك في ظهري. أنا تحت أمرك يا رئيس. بالنسبة للعملية اللي هتتعمل بعد كام يوم، أنا شايف إنها تتأجل شوية. مفيش حاجة هتتأجل، كل حاجة هتفضل زي ما هي، وكل حاجة هتحصل في ميعادها. أنا هنزل العملية دي بدل عم سليم. أيوة زكريا يا ابني، طب مش نستنى ما نشوف عمك سليم هيقول إيه؟ أمال مين يا رئيس اللي هياخد مكانك ويستقبل السلاح في المخزن؟ صالح. صالح؟ مش ابن زين العطار ولا إيه؟ زي ما انا جيت ومسكت مكان ابويا الله يرحمه غصب عني، صالح كمان لازم يجي ويمسك مكاني. صالح عمره ما اشتغل معانا وما يعرفش يشتغل ازاي. يتعلم. مش هيوافق. صالح من زمان وهو مش عايز يشتغل معانا. مش بمزاجه، مش بمزاجه. جه الوقت اللي ما ينفعش يختار فيه غير اللي احنا عايزينه. صالح اتدلع واتدلع كتير، يبقى لازم بقى يتحمل مسؤوليه. يلا سيبولي الموضوع ده، أنا هتصرف. يلا يا حربي، ومظبط كل حاجة، ولو سمحت خلص لي موضوع ياسمين. أنا ما بقتش عارف أنام، ومش هنام غير لما ترجع وتنام على سريرها. يلا. تحت أمرك يا ريس. ثانية، مش هتعايزك. معلش. عايزك ثانية.
في موضوع كده كنت عايز اتكلم معاك فيه. خير يا ابني؟ انا عارف انك اقرب صديق لقلب ابويا الله يرحمه، وعارف كمان انك الوحيد اللي كان بيعتبره البير اللي بيرمي فيه اسراره. عاوز تعرف ايه يا زكريا؟ في اتنين جولي امبارح قالوا لي انهم اخواتي من ابويا. موم اسمها غادة، وقالوا لي شهادة الجواز وشهادة الميلاد وفي حاجة جوايا كانت مخلاني عايز أصدقه. يمكن لما وروني الصور بتاعت أمهم مع أبويا ولقيت عين أبويا فرحان الله يرحمه. أنت عارف عينه كانت دايما فاتحة. وأنت سمعت الكلام ده من الست اللي اسمها غادة؟ مشفتهاش. قالوا لي إنها ماتت. وزي ما أنا كان جوايا إحساس إن أنا عايز أصدقهم، برضو كنت خايف إن أصدقهم. إيه اللي مخوفك؟ أمي. خايف على أمي. اللي أقدر أقوله لك يا زكريا يا ابني، مفيش حاجة صح للآخر ولا في حاجة غلط للآخر. مالك يا بنتي يا ندي؟ بفكر. بتفكري؟ وده من امتى العقل ده يا اختي؟ بقول لك يا شرو، انا عفاريت الدنيا كلها بتتنطط في وشك، ولو قريت الفاتحه بس هتتحرقوا انتوا الاثنين. يمي يمي، وانت كده بقى فاكراني هخاف. انا اللي غلطان اني نازله اطمن عليكي بدل ما انت قاعده كده قافله. قافله؟ انا لا قافله ولا فاتحه يا حبيبتي. انا خايفه يا شرو. خايفة؟ خايفة من ايه يا اختي؟ عارفة يا بنت لما تبقي عايزة حاجة قوي وتقعدي تدعي ربنا بقالك زمن ان ربنا يحققها لك، بتبقي خايفة ان ربنا يكون بيحققها لا يكون بيعاقبك. يا ريتني كنت استنيت اشوف المكتوب بدل ما ادعي الدعاء ده كله. هو ايه الجنان ده يا ربي؟ والله ما بقيت فاهمة حاجة. ولا هتفهمي لو قعدت تدم من النهاردة لغاية بكرة، مش هتفهمي حاجة يا شروق. اشربي لك سيجارة يا اختي يمكن تفهمي. عشرة. كانت كل قرف انتي واخوكي، كل ما اقعد معاهم يطيروني ام السيجارتين اللي انا بشربهم. ده ايه العيله دي؟ ممكن تقولي انا هنا ليه؟ معرفش. احنا واخدين اوامر نخلي بالنا منك، نحافظ عليكي، نعاملك كويس. طب مين اللي ادالك الاوامر دي؟ اللي اداني الاوامر دي انت مالك انت؟ انت عايزه توديني في ده شكلك كده، وانا معلش مش قادر اروح في ده النهارده. معلش انا اسف. طب هو احنا فين؟ ممكن ما تقعديش تستغلي طيبتي وتستدرجيني في الكلام، لان اكتر من كده هقول لك. قولي والنبي قولي. طب اتفضلي قولي، عشان انت على لحم بطنك من ساعه ما اتخطفتي. اتفضلي. طب انا هقول لك على حاجه. ايوه. انت ممكن تمشيني من هنا؟ لا والله، أهلي كلهم والله العظيم هيدولك فلوس كتير جدا لو مشيتني، وحياة ربنا. فلوس مين يا ماما؟ الغنى غنى النفس. ثم إن الفلوس هتعمل الواحد زي يعني. طب هو أنتوا مين؟ أنا كده بقى ابتديت أزهق، مش متصفح جنبك. أنا أتكل على الله بقى وأروح إيه أنام، عشان أنت كده هتتعبيني معاكي وبتسألي كتير. استنى طيب. مالك؟ هم الدنيا كله في وشك كده ليه؟ موضوع ياسمين مضايقني أوي أوي. معلش، هترجع إن شاء الله. يمكن الكتاب اللي في البيت ده مخليها عايزة تغير لها جو يومين. وهي دي اللي في المستشفى، أفهم منه إيه ده؟
بصي ايا كانت هي فين ولا ايه اللي بيحصل لها، فانا متاكد من احساسي انها مش كويسه. خير ان شاء الله، هترجع هترجع يا رب. علياء بقت احسن النهارده. امي ما بتجيبليش سيرتها خالص. معلش، اكيد كان نفسها في ابنه او بنت من صلبك. احكي لك حكايه كده. زمان وانا صغير خدت عربيه ابويا من وراه وخرجت انا واصحابي. لما رجعت لقيت واقف مستنيني قدام الباب، اترعبت. لما قربت له لقيت نظره في عينه اول مره اشوفها، ما كانتش نظره غضب، كانت نظرة خوف. أول مرة أشوف أبويا خايف. استغربت، أبويا خايف إزاي يعني؟ ده عمره ما خاف. لقيته باصص لي كده وقام قايل لي عمرك ما هتحس باللي أنا حاسه غير لما تخلف وتبقى أب. من ساعتها وانا نفسي اخلف، مش عشان اخلف، عشان افهم ازاي ابويا كان خايف. انا اسفه ان احنا مش عارفين نحقق ده لحد دلوقتي. انا مش قصدي، انا بفضفض معاكي بس مش قصدي حاجه. انت عارف انت بالنسبه لي ايه؟ انت الانسانه الوحيده بحس معاه اني بني ادم، بطلع معاه كل اللي جواه. ما تقلقيش يعني، اكيد ربنا هيكرمنا ان شاء الله بطفل من بعض. كنت عارف انك هتعملها. عيب يا كبير، انا مش قليل برضه. والامانه عامله ايه؟ زي الفل وفي الحفظ والصوم. بس انا عايز اعرف. تعرف ايه؟ ليه؟ انت ادرى الناس ان كل شيء باوانه. انت اطلعت على الملف ده؟ لا يا كبير، عيب ماليش فيه. خد دول عرق الرجاله وقول لهم يحافظوا على الامانه ويرعوها وهياخدوا تاني. لا ما تخافش، دي في الاخر اختي برضو. يحيى خلي بالك من بنت سيف العزازي، عشان سيف العزازي بيزعل قوي لو بنته زعلت. عاوز مني ايه يا عبد الله؟ حاج يا عم غزال. وانا ايه اللي دخلني في حجك؟ مع الخير لما اجي يا عم، على الكل مش على عبد الله العطار بس. يعني هتزودني كم الف على العمليه؟ لا مش شكرين، كتر الف خيرك. كم الف ايه اللي بتتكلم عليهم يا راجل طيب؟ انا الجاي اكلمك فيه اكبر من كدبه كتير. أنا جاي أكلمك في إنك تبقى الراجل الكبير ودراعه اليمين، يعني فلوس وعز وسلطة وعيشة من اللي بجد بدل اللي أنت عايشها دي. أنت آخرك هنا إيه يعني؟ تعدي سلاحي وتاخد كم ملطوش؟ لكن معايا هتاخد ملايين، وده حقك يا عم غزال، حقك من زمان، من أيام زين العطار اللي قضيت عمرك تخدمه، ولا خدت مقطف ولا تليس. خليك معاه يا عم غزال تكسب. اديني رجاله وسلاح عشان اروح اجيب حقي. انا ايه اللي يضمن لي انك هتعرف تبقى الكبير؟ بقول لك يا عم غزال، قصر في الكلام يكسر. هي سفينه نوح، اللي هيركب معايا هينجى ويوصل ويعيش، واللي مش هيركب معايا لا يلومن الا نفسه. بس سفينة نوح عمرها ما كانت ناوية على الشر. هو شر بس يراد بخير يا عم غزال، يرضيك بعد شبتك دي. عيل كيف زكريا يبقى كبير عليك؟ ده حتى يا راجل ما يعرفش اسامي رجالتك. علاء الطراق لو جه البلد هنا ما يعرف يعاود الواحد.
رجع الحق لاصحابه عم غزال. ماشي يا عبد الله، هركب معاك يا ولد العمده، بس لو المركب غرقت هكون اول واحد يفط منها. محدش بيغرق مع عبد الله العطار يا عم غزال. اديني رجاله وسلاح. رجاله كتير، بس المهم اللي يقبضهم. روح لعمك وفيق المحمدي، هنحتاجه معانا. وفيق المحمدي ده ما يتقناش في سما ولا في ارض، ده ما يكرهش في حياته قدنا. بس بيكره زين، مش هي دي تذكرة ركوب المركب بتاعك؟ عياد في المستشفى لسه ما فاقش، ومحدش فاهم ايه اللي حصل. اول ما هيفوق هيبلغوني عشان اروح افهم. انا خايفه قوي، ليه دنيتنا ما بقتش هاديه زي زمان؟ ما تقلقيش، هم كل حاجه هترجع زي زمان واحسن. عمك سليم عامل ايه؟ ادعي له، القضيه صعبه قوي. هو ايه اللي بيحصل يا زكريا؟ عايزين يهدوا الشجره اللي زرعها زين العطار وكبرها، مش فاهمين ان جدرها ضارب لسابع ارض. المهم انا مش عايز اي حد فيكم يتحرك ولا يروح اي حته من غير ما نبقى عارفين هو فين. لازم نبقى جنب بعض، ظهرنا في ظهر بعض، لغايه ما اللي احنا فيه ده يعدي. ابوك الله يرحمه كان دايما يقول عليا ان انا الشجره اللي بتضلل على العيله دي، وان انت اول فرحته. ربنا يخليكوا ليا. ربنا يخليكي لينا يا امي. بعدين ما احنا كلنا حواليك اهو. اتصرف يا مراد، لازم اخرج من هنا اليومين دول، لو ما خرجتش في مصيبه ممكن تحصل. انا مش عارف اخرجك حتى بكفاله، دي قضيه قتل يا سليم، قضيه قتل، والظاهر الموضوع ده متوسع عليه. امال فين الناس بتوعنا يا اخي؟ وبعدين ده انت عضو في مجلس الشعب. اسمع، انا لازم افهم ايه اللي بيحصل بره. لغايه دلوقتي مش عارفين ايه اللي بيحصل، لكن بعد ما اتسرب الفيديو واتذاع على النت الدنيا كلها بره اتقلبت. وعلى فكره اللي عمل الموضوع ده عارف كويس قوي هو بيعمل ايه. انا مش عايز تحليل، انا عايز حلول. من فضلك قول لي حلول. احنا بنحاول نوصل للمصور اللي عمل الفيديو ده، هو مختفي، لكن اول ما نوصل له هنقدر نفهم ايه اللي بيحصل. ولحد ما ده يحصل انت دلوقتي هتعرض النيابه، ما تقلقش انا معاك مش هسيبك. انا مش قلقان. قول لي الناس اللي بره اخبارها ايه، كويسه؟ اظن كده يعني كويسين، بس اهم حاجه خليك انت في نفسك يا اخي في اللي انت فيه لغايه ربنا يسرها معانا ومعاك. وعلى فكره مريم اتصلت بيا وعايزه تشوفك. لا قول لها، لا قول لها انا مش عايز اشوفها، قول لها مش هينفع اليومين دول. انا مش ممكن يا مراد اخليها تشوفني وانا في الحاله دي. بس انت دلوقتي محتاج يا اسلام. انا مش محتاج حاجه. اسمع اللي بقول لك عليه ونفذه بالحرف الواحد، لحسن وديني وايماني اطربقها على دماغ الكل، وانت عارف كويس انا ممكن اعمل ايه. حاضر. ما تقعد تاكل يا حسن. ماليش نفس. ما تشغلش بالك بيا. أنا ماليش دعوة بشغلكم ده. ما بحبهوش ومش عايزه. ما ينفعش. اللي أنت بتقوله دلوقتي ما ينفعش. خلي كتفك في كتفي، لأما كل حاجة هتضيع. وأنا مالي؟ أنا مالي بكل ده؟ أنا مش عايز حاجة يا زكريا، والله العظيم ما عايز أي حاجة. وبعدين يا زكريا أنا ما بتعملش إن أنا واحد من العيلة دي أصلاً. ريح نفسك. إيه؟ هتغير اسمك؟ أنا مش زيكم يا زكريا. ماليش أنا في لعبة الدم والموت دي. ما بحبهاش. مين فينا بيحبها ولا حتى تعود عليها؟ مين فينا اتولد وفي ايده سلاح
ولا اختار هو هيعمل ايه؟ لا يا زكريا، انا اخترت واخترت، وابوك كان لسه عايش وسايبني اعمل اللي انا عايزه. ما تجيش انت بقى بعد ما هو يموت تجبرني ان انا اعمل حاجات مش عايز اعملها. بص يا زكريا، انا هسافر ومحدش فيكم هيقدر يمنعني. انا عايز ابعد عن المكان ده، عايز اروح حته تانيه وابدا حياه جديده بعيد عن الدم والموت والقتل والخوف اللي انتوا عايشين في وسطيه. مين هيسيبك تسافر يا صالح؟ يا صالح الشيله تقيله قوي عليا، مش هقدر اشيلها لوحدي. اديك كنت شايف زين العطار كان في ظهره سليم العطار، وانا ما عنديش حد اثق فيه زيك. ورحمه ابوك، ورحمه ابوك يا اخي، خليك في ظهري، مش علشاني، علشان امك، علشان اخواتك. علشان خاطر امي واخواتي دول يا زكريا انا هبعد. عارف ليه؟ علشان لما كل حاجه تضيع يا زكريا يلاقوا حد يقف جنبهم ويساعدهم. خلي ابنك يعقل، لانه لو ما عقلش البيت ده هيتهد فوق دماغنا كلنا. امير في ايه؟ معرفش، عامل صوته بترجع بينهم. تسممه تسممه؟ معرفش، هاجم الدكتور. انت عايز تموتني يا صالح؟ يا ماما بعد الشر عليكي، والنبي ما تقولي كده. هتسافر تاني؟ انت ما زهقتش من السفر؟ يا ماما انت اللي زرعتي جوايا الطموح وعلمتيني ان انا احلم وان انا احاول احقق احلامي. والعيله يا ابني، ربنا يخليكي ليهم يا امي. انت عارف يعني ايه عيله؟ عارف يعني ايه عيله؟ العيلة مش اسم في الطاقة يا صالح، مش حيطان. العيلة يعني أهلك، أبوك وأمك، عيال وعزوة، يعني بيت فيه روح وحياة مش بتبارد ومهجور وكل واحد فيه في حتة. لا، العيلة يا ابني إحساس بيبقى جوانا قبل حتى ما نعمله ونعيشه. انت فاهم؟ لو كل اللي بقوله لك ده انت مش حاسس بيه جواك، امشي سافر، انا مش عايزاك. بس انساني، عشان انا كمان هنساك، عشان ما يلزمنيش عيل من عيالي لو مش هيبقى سند في العيله دي. انا اسف يا امي، اسف، ارجوك ما تزعليش مني. فكر كويس وبعدين يبقى خد قرارك. الو، ايوه، ايه؟ الحمد لله تمام. اقول لك انا مش هينفع اسافر، مش هينفع اسافر وخلاص يا ايه.